السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا على يوتيوب، قناة ساينس ويب المختصة في مجال التداول بالعملات الرقمية. في هذه الحلقة سنقوم بتفعيل بطاقة الأدف كاش، سنقوم بربطها بحسابنا. كما ترون وصلتنا البطاقة، كنا في الأول نشتغل بالبطاقة الأولى من نوع الماستر كارد، الآن أصبحت البطاقة من نوع فيزا. استلمتها كما ترون هي البطاقة. الآن مباشرة معكم سنقوم بتفعيل البطاقة وسنشرح بعض الأمور المهمة الخاصة ببطاقة الأدف كاش. كما ترون هي البطاقة الخاصة بنا. سنتحدث على الكود، هناك يعني كودان، الكود الأول الخاص بالشراء عبر الأنترنت، والكود الثاني الذي ستسحب به من الصراف الآلي الموجود في بلدي. كما ترون هذه البطاقة الأولى التي كنا نستخدمها مسبقا، كما ترون هي هذه، كنا دائما نسحب من الصراف الآلي. هذه هي البطاقة الجديدة، شكلها هكذا، سنشرح عليها. المهم عندما ستصلك البطاقة، الكود كما ترون ها هو الكود، ستقوم بسحب هذه الورقة، ستقوم برفع هذه الورقة، ستجد الكود هنا في هذه الورقة الشفافة، الكود الأول هنا الخاص بالصراف الآلي، والكود الثاني مكون أيضا من 4 أرقام سيمكنك به الشراء عبر الإنترنت. عندما تريد الشراء من الإنترنت سيطلب منك هذا الكود. المهم الآن سننتقل إلى الشرح وسنقوم بتفعيل الحساب الخاص بنا، سنقوم بربط الحساب الخاص بنا. كما ترون لم أقوم بربط البطاقة، الآن سنقوم بربط البطاقة. كما ترون في الأول أنا قمت يعني بتجربة البطاقة الخاصة بصديق لي، وصلته يعني قبلي، قمنا بتجربة البطاقة وسحبنا من الصراف الآلي. الاقتطاع كان 2 دولار فقط، كان يعني سحب تجريبي. وصلتني الآن اليوم بطاقة الخاصة بي. كما ترون الآن سنضغط هنا على البطاقة، هنا ستقوم بإدخال آخر 4 أرقام من البطاقة الخاصة بك، 4 أرقام سنقوم بإدخالهم الآن. سنقوم بإدخالهم ثم تضغط على أكتيف. كما ترون كونتينيو، كما ترون تم تفعيل البطاقة بنجاح. الآن أنا مثلا أريد السحب عن طريق البطاقة، طريقة سهلة جدا، طريقة ضروري أن تقوم بإيداع المال. طريقة إيداع سهلة، تضغط هنا ديبوزيت، ديبوزيت فوند، تختار الطريقة التي تريد الإيداع بها. مثلا أنا فقط لدي الآن حوالي 13 دولار سنقوم بالشرح عليها. كما ترون هنا تختار الطرق التي تريد الدفع بها، مثلا أنا أشتغل على تداول العملات الرقمية، هذه كلها عملات يدعمها البنك، البيتكوين، اللايتكوين، بيتكوين كاش، الريبل، إيثريوم، الزيكاش، كلها عملات. مثلا تختار هنا الديبوزيت بالبيتكوين، هنا تختار مثلا كمثال اختار مثلا 100 دولار، اكتب 100 دولار مثلا، انزل اسفل اختار مثلا البيتكوين، هنا اضغط كونفيرم، سيعطيني هذا المبلغ، سارسل هذا المبلغ، ثم سارسل الى هذه الادرس، يعني هذه الادرس ضروري ان تكون صحيحة، ستقوم بنسخ هذه الادرس ثم تضعها وترسل هذا المبلغ 100 دولار، سيصلك خلال يعني 10 دقائق الايداع. المهم انصحك بايداع الريبل افضل، الريبل ليس هناك اقتطاع او التحويل لحظي. المهم بعد الايداع، اذا كنت لم تشتري البطاقة الخاصة بادف كاش، ساترك لك رابط التسجيل اسفل الفيديو ورابط خصم للبطاقة، ستحصل على البطاقة مع الخصم في الديسكريبشن أسفل هذا الفيديو. كل الروابط والشرح التفصيلي الذي قمت بشرح هذا البنك ستجده في الديسكريبشن أسفل الفيديو. المهم بعدما قمنا بالإيداع، أنا سأقوم بشرح مباشر، هنا لدي 13 دولار فقط لأني لم أقم بأي عملية الآن، كنت أشتغل بالتحويلات البنكية، يعني أشتغل حساب الأدف كاش وأحول من الحساب الأدف كاش الخاص بي إلى الحساب الأرضي الموجود في المغرب. الآن مع البطاقة الأدف كاش يمكنك سحب يوميا 2000 دولار، يعني 2 مليون، يعني أمر جيد جدا، اقتطاع 2 دولار أمر جيد جدا.
في كل عملية سنقوم الآن بإيداء، سنحول هذه 13 دولار، سنحولها إلى البطاقة. تضغط على البطاقة، هنا تضغط على فوندين، تختار هنا بالدولار. هنا مثلا أنا لدي 12.99، يعني الرصيد الخاص بك هنا سيظهر لك هنا. يقتطع لك البنك 1 دولار عندما تقوم بالتحويل من الحساب الخاص بك إلى البطاقة. مثلا أنا لدي 12.99، أكتب 11.99، أضغط هنا، مباشرة ستحول إلى البطاقة الخاصة بي. أنتظر. كما ترون تمت العملية بنجاح، هي الآن 11.99. المبلغ الآن جاهز لكي أقوم بالسحب من الصراف الآلي. يمكن أن أسحب من الصراف الآلي، أي صراف آلي موجود في بلدي. كما ترون شرحنا الطريقة الآن، شريحة الإيداع، السحب، كل الطرق، يعني سهلة جدا. بنك الأذكار صراحة يعني أكثر من 4 سنوات وأنا أشتغل بهذا البنك، لم أواجه أي مشكلة. الدعم يعني أتواصل معه في أي لحظة، يقومون بإجابتك بسرعة. خدمة جيدة، أفضل شيء يمكنك استخدامه إذا كنت متداولا في العملات الرقمية، كنت أو سواء في العملات الرقمية، شراء من الإنترنت. أفضل بطاقة يمكنك السحب بها من الباي بال، أيضا يمكنك السحب ببطاقة الفيزا الخاصة ببنك الأدفكار، ستسحب بها من الباي بال. يعني صراحة الآن كل الطرق سهلة جدا، أرباح اليومية يمكنك سحبها بالبطاقة. هناك من سيتحدث عن الاقتطاعات، يعني البنك الأدفكار يقتطع لك 1 دولار، وعندما تريد السحب من الصراف الآلي 2 دولار، يعني 3 دولار، ولكن أنت لست يوميا ستسحب. مثلا لا تسحب كل يوم 100 درهم، يعني 10 دولار أو 30 دولار، 300 درهم، سيكون اقتطاع لك، يعني سيكون الاقتطاع كبير. من الأفضل اترك حتى يعني تجمع رصيد جيد 100 دولار أو 150 أو 200 دولار، ثم اسحب، سيكون الاقتطاع مرة واحدة. يعني اسحب أسبوعيا أو شهريا أو كل 15 يوم، لكي يعني لا تضيع 3 دولار. المهم كان الشرح طريقة تفعيل الحساب الخاص بالأدفكاش وتفعيل البطاقة. الكود الأول كما رأينا في الصورة، الكود الأول كما ترون هو للسحب من الصراف الآلي، والكود الثاني ستشتري به من على الإنترنت. يعني عندما ستقوم بإدخال الأرقام الخاصة بالبطاقة سيطلب منك هذا الكود للأمان، لكي لا يتم اختراق البطاقة الخاصة بك، هو جيد جدا. المهم هذه الحلقة تحدثنا على بنك الأدفكاش وقمنا بتفعيل البطاقة الخاصة بنا. الآن ما علينا سوى التداول الجيد والربح الجيد من العملات الرقمية. البيتكوين الآن يعني صراحة هو كل يوم نرى في سعر، يعني من الخفض البارحة إلى 5600، ثم ارتفع اليوم إلى 6600، يعني ارتفاع من البارحة إلى اليوم أقل من 24 ساعة ارتفع ب1000 دولار. منطقيا يجب أن يرتفع سعر البيتكوين حاليا، أن كلما كانت أزمة كلما كان ارتفاع في سعر البيتكوين، خصوصا أن البنوك، كل البنوك الآن متوقفة، الكل الآن يعني يريد التبادل، يريد شراء بعض الأمور، سيستخدم العملة الرقمية، سيستخدم البيتكوين، خصوصا أن البيتكوين آمن وسرعة كبيرة وشفافية لا يمكن التلاعب به. يعني الآن دخلنا في مرحلة فراغ في العملات الرقمية، كل الأمور الآن سواء البورصات، الأسهم، وحتى في الحياة اليومية كل متأزم. المهم كان الشرح الخاص بنا بخصوص بنك الأدفكاش، هذا كل ما لدينا لحلقة اليوم. من لديه أي سؤال مرحبا بكم في صفحتنا في الفيسبوك أو قناتنا على التليجرام أو حسابنا في تويتر، كل الروابط التي ستحتاجها في هذا الشرح ستجدها في الديسكريبشن أسفل هذا الفيديو. هذا كل ما لدينا لحلقة اليوم، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.